والله مع الأهل والعائلة والأصحاب بالشاليه أدينا واستانسنا وبالشراغيات والألعاب النارية، يعني أجواء حلوة يعني خاصة فيه، يعني اكو واحد يحتفل مع أهلك ولا هذا بيتكم، لا تحتفل قدام الناس ولا شراغي بيتكم واحتفل ببيتكم أحسن. شراغي يعني من اللي يبيعون شراغيات بس خذينا كمية محدودة، يعني مو أوفر وايد، بس ونسنا الأطفال وهذا بس. لا هذه يعني وايد أوفر وايد أوفر، يعني زحمة وايد بالأستاذ جابر. ليش زحمة كذي؟ هذا قال لك احتفل مو تسوي زحمة، وهذا احتفل بينك وبين أهلك. زحمة عندنا تواصل اجتماعي، عندنا تلفزيون، عندنا تليفون تشوفه، يعني الناس طورت. لا فيها ما كتبه، تعال مباركية، تعال مقعد شعبي، روح ما يبي كان في احتفال. من قال لك الكويت ما فيها احتفال ترفيهي؟ تعال مباركية، تعال مقعد شعبي، تعال مجمعات، تعال تمشي على البحر مع عائلتك. هي صار قاعد بيكم لا تطلع. في وايد مشاجرة، زحمة، شوارع يقحصون بالسيارة. أقول لكم تبي تقحصون ولا عندكم رابطة؟ تو افتحوها رابطة، روح قحص فيها وسوي اللي تبي، لا تقحص بالشارع. شوفون رابطة يقحصون فيها، يفضون طاقتهم بس. ايه ترفيه، عندك طاقة روح فضها هناك، لا تفضيها هنا بالشارع.